يا محمد يا محمد، أتنادي الملكة باسمه يا محمد؟ قم فأطعمهم، أطعم من أمرت بقطع القوت عنهم، أم أنك لا تقدر على حمل الطعام إليهم؟ أجننت يا شرف الدين؟ أتريد من السلطان أن يطعم الناس بنفسه؟ أي سلطان؟ أين هو السلطان؟ أنا لا أرى سلطانا هنا. الجميع يعرف من أنا إلا أنت؟ لا والله ما أصبت، فالجميع لا يعلم من تكون حتى أنت. أنا سلطان هذه البلاد. والله ما أصبت أيضا، فمن أكون إذن؟ أنت عبد، عبد ولاه مولاه حفظ عبيده، فهل يكون طائعا شاكرا أم ناكرا آبقا؟ والله ما أصبت يا شرف الدين، لقد جئت بأغنياء يطلبون فقيرا. افتحوا خزائن الدولة واكفوا كل محتاج. مولاي. إليك عني يا إدريس، فالخزائن العمرانة لا تعدل ميزانا فارغا، ودمعة طفل جائع يوم القيامة أثقل من ملء الأرض ذهبا. أأصبت الآن يا شرف الدين؟ أصبت الآن يا أمير المؤمنين.